أهلا بكم. عادت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم أندية الدرجة الأولى إلى بطولة كأس الأردن اعتبارا من الموسم الجديد، وذلك بقرار من مجلس الهيئة التنفيذية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة يوم أمس برئاسة دكتور فايز أبو عريضة، حيث تم تحديد آلية إقامة مباريات كأس الأردن المناصير للموسم المقبل، بما يحقق الحد الأدنى من عدد المباريات التي يجب أن تلعبها أندية المحترفين. ويشارك في هذه المسابقة أندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة الأولى، وعددها 26 فريقا. ارتفع عدد اللاعبين المنضمين لتدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم إلى 21 لاعبا بعد انضمام حمزة الدردور قادما من السعودية، والتحاق خليل بني عطية وابراهيم الزواهرة بعد مشاركتهما فريق الفيصلي مباراته أول من أمس أمام الرفاع البحريني بالكأس الآسيوية. وشارك اللاعبون الثلاثة لأول مرة في تدريبات المنتخب الوطني بعد أن احتجبوا عن التدريبات التي بدأت الأحد الماضي. وينتظر المنتخب حاليا التحاق لاعبيه مصعب اللحام وأحمد سمير المتواجدين مع منتخب تحت 22 عاما في الكويت، والمقرر انضمامهما إلى صفوف المنتخب الأول يوم السبت المقبل، وأنس بني ياسين وعامر ذيب المتواجدين في الإمارات وأحمد هايل المتواجد في الكويت من أجل اكتمال صفوف المنتخب الذي يستعد للمغادرة إلى معسكر نيوزيلندا فجر يوم 31 من الشهر الحالي. يخوض في هذه الأوقات المنتخب النسوي لكرة القدم على استاد عمان الدولي مواجهة ودية مع نظيره المنتخب الفيتنامي في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الضيف في عمان تحضيرا للتصفيات الآسيوية. وأكمل المنتخبان أمس تحضيراتهما لخوض اللقاء، حيث أجرى المنتخب النسوي وجبة تدريبية مسائية على استاد عمان الدولي، وضع فيها الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض اللقاء. وظهرت اللاعبات بمعنويات مرتفعة وإصرار على تقديم الأفضل، كما خاض المنتخب الفيتنامي حصة تدريبية على نفس الملعب، ويستعد المنتخب النسوي للمشاركة في تصفيات المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا للسيدات التي يستضيفها اتحاد الكرة في عمان خلال الفترة من الخامس ولغاية التاسع من شهر حزيران يونيو المقبل بمشاركة منتخبات أوزبكستان، لبنان، الكويت، ويتأهل فيها بطل المجموعة إلى نهائيات البطولة. في المباريات قبل النهائية من دور الشركات لخماسي كرة القدم، فاز فريق أدوية الحكمة على فريق بنك الأردن، كما فاز فريق مجموعة المعاني على البنك الاستثماري. أدوية الحكمة فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والمعاني على الاستثماري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وبهذا الفوز تأهل فريقا الحكمة ومجموعة المعاني للنهائيات التي ستقام يوم الأحد المقبل 19 من الشهر الحالي. وحش على قولك يا ولد حلوة. يلا بلاد حسان العب نص، ارجع ضيا ارجع ضيا. محمد لعبك محمد لعبك حلوة. التقى ظهر اليوم المنتخب الوطني للكرة الطائرة ألف مع منتخب باء في مباراة تدريبية أقيمت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تأتي قبيل المعسكر التدريبي الذي سيقام في جمهورية مصر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 30 من الشهر الحالي. المنتخب سيلعب أيضا 6 مباريات ودية استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي ستقام في بيروت خلال الفترة ما بين 5 وحتى 10 من حزيران يونيو المقبل. وذكر المدير الفني للمنتخب الوطني إياد توفيق أن الهدف من اللقاء وضع المنتخب في جو المنافسات قبل التوجه إلى معسكر مصر، وذلك لعدم وجود فرق يستطيع المنتخب الوطني اللعب معها، لأن كافة فرق الدوري الممتاز لم يتم تجميع لاعبيها حتى الآن، لأن الدوري سيقام خلال تشرين الأول أكتوبر المقبل. تراجع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عن إقامة بطولة الناشئات مواليد 96 في الأردن، وقرر إقامتها رسميا في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 6 ولغاية 17 من أيلول سبتمبر المقبل.
هذا القرار يأتي بعد أن طلب اتحاد اللعبة رسميا استضافتها خلال الفترة المحددة، وأعلن وقتها عن بدء التحضيرات الإدارية والفنية المتعلقة بهذه البطولة، وهي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة. وذكرت مصادر صحفية أن اتحاد اللعبة بصدد الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة نظرا للتكلفة المالية الباهظة التي تتطلبها المشاركة، التي تتمثل بمصاريف تذاكر الطيران ورسوم المشاركة والمصاريف الأخرى التي قدرت بحوالي 30,000 دولار، إلى جانب الفرصة الضئيلة في حصول المنتخب الوطني على مركز متقدم في ظل مشاركة أغلب منتخبات شرق آسيا وخصوصا اليابان، كوريا الجنوبية والصين وتايلاند، وهي المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على المراكز الأولى ومن ثم التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة. تأهل فريق ممفيس غريزليز إلى نهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة NBA، وذلك للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على أوكلاهوما سيتي بواقع 88 نقطة مقابل 84. أصحاب الأرض تقدموا في نهاية الربع الأول ب 23 نقطة مقابل 18 نقطة، وخلال الربع الثالث قلص أوكلاهوما الفارق إلى نقطتين قبل أن يقود الإسباني مارك جاسول فريقه للابتعاد بفارق 12 نقطة. وبالرغم من محاولات كيفن دورانت تقليص الفارق لأوكلاهوما، إلا أن أصحاب الأرض أنهوا المباراة بواقع 88 نقطة مقابل 84. Get him going, a chance to tie the game. The lane line around the baseline, those bodies are coming at him and they're so big, he's not getting a good look at where he wants to pass. يتوقع أن تعلن شركة هوندا قريبا عن عودتها إلى بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 العام 2015 كمزود للمحركات لفريق ماكلارين البريطاني، وذلك لإحياء شراكتهما الناجحة. وانسحب الصانع الياباني من عالم الفورمولا 1 في موسم 2008 منهيا المشاركة بدأت في الستينيات من القرن الماضي في محاولة لتقليص النفقات خلال أزمة اقتصادية تأثرت فيها الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وباعت هوندا فريقها المشارك في الفئة الأولى إلى البريطاني روس براون في العام التالي. وبعد التغييرات الأخيرة في البطولة وبينها استخدام محركات صديقة للبيئة، كان قرار عودة هوندا أكثر سهولة لأنه بات بإمكانها نقل التكنولوجيا إلى سياراتها التجارية. وبحال حدوث التعاون مجددا بين هوندا وماكلارين، ستتكرر الشراكة التي شهدت سيطرة البرازيلي أيرتون سينا والفرنسي ألان بروست بين عامي 88 و91.